بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن السين، رئيس مؤسسة الزمور للتنمية المستدامة. اللقاء اللي حضرت له كان لقاء تشاوري، أول لقاء تشاوري بين الجمعيات ديال اللي تابعة اللي كتشتغل بشكل محلي على في هذا المجال ديال أيتم القسم، وكذلك الجامعة القروية بكل الأعضاء ديالها ديال المجلس، سواء كان داخل المكتب أو خارج المكتب. الفكرة كانت هو أنه نأسسوا واحد فضاء ديال التشاور بين هذه المكونات ديال هذا، بالإضافة لبعض المواطنين. ناقشنا أهم المشاكل اللي كتعترض الجامعة في التطور ديالها، في التنمية ديالها، من سكن وصحة وتعليم وقطاعات إنتاجية وقضايا اجتماعية، ولقينا بأنه هذا الفضاء كان فضاء يعني جيد لتبادل مجموعة من المعلومات، وحلينا بعض المشاكل اللي كتعترض يعني بعض الجمعيات ولا بعض الوداديات، واتفقنا على اساس انه هذه اللقاءات هذه غادي تكون يعني تستمر ان شاء الله، وان الهاجس الوحيد ديال هذا التجمع هو انه يدعم الجهود ديال الجماعه. بطبيعه الحال الجماعه عندها مسؤولين كتقوم بواحد مجموعه ديال الاعمال، ندعموهم وكذلك نعاونوا واحد مجموعه ديال الجمعيات باش يحققوا يعني يحققوا يعني يكونوا اولا جمعيات في المستوى، ويكونوا يعني قادرين على تاطير يعني السكان هنا ويساعدوهم ويكونوا صوتهم تجاه المؤسسات وتجاه يعني صانع القرار على المستوى المحلي وعلى المستوى يعني الاقليمي ولما لا الوطني عندما يتعلق بالتدخل ديال الجهات يعني على المستوى الوطني. وشكرا.